letter E. Hello my kids, عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتنا، قناة طيور الجن. النهاردة هناخد مع بعض letter جديد اسمه E، وهنعرف مع بعض ال E بتنكتب ازاي والساوند بتاعها ايه، وهناخد قصة برضو بتبدأ كل كلماتها بتبدأ ب letter E. يلا مستعدين؟ يلا بينا. قول ورايا بقى. E E E E. يبقى ده letter E. طيب يلا نكتب مع بعض نشوف ال E بتنكتب ازاي. يلا بينا. بصوا كده، ادي ال E، بنقف فوق السقف شوية صغيرين. ادي ال E، بنعمل ال E ازاي؟ من فوق السقف وننزل نقف على الارض ونعمل فيها كمان واحدة في النص كده. ادي ال E، يلا نكتبها كمان مرة مع بعض اهيت. E كمان مرة. E E. طيب امال E small بتنكتب ازاي؟ بتنكتب بين السقف والارض اهي. بنبدأ من النص من هنا كده، من نص السقف، ونطلع نخبط في السقف وننزل نقف على الارض. ايوه زي الواو بس مقلوبة اهي، من نص السقف، من نص السقف والارض من بينهم، ونخبط في السقف وننزل نقف فين؟ على الارض. يبقى دي اسمها E. E small E capital E. طيب يلا ناخد بقى قصتنا اللي كلماتها بتبدأ بالليرر E. كان في مرة انجينير، والساوند الاول بتاع ليرر E الساوند بتاعه ايه؟ ايه. يبقى الساوند بتاع ليرر E ايه؟ ايه. طيب كان في عندنا ايه؟ انجينير. انجينير بيبدأ بساوند ايه ايه ايه. انجينير. طيب الانجينير ده المهندس، ده اللي واقف في الموقع بتاعه وشغال وتعبان طول النهار، وفجأة حس ان هو ايه؟ جعان. طيب يعمل ايه؟ فضل طلع من الموقع بتاعه وخرج كده، راح على المخرج اللي هو اللي اسمه اكزيت اكزيت اكزيت. يبقى المخرج، خرج من المخرج بتاع الموقع اسمه ايه؟ اكزيت اكزيت. وطلع يجري بره، جاب سندوتش. السندوتش ده كان فيه ايه؟ ايج ايج ايج. السندوتش كان فيه ايج عشان هو كان جعان وكان عايز ياكل. يبقى كان عندنا انجينير ايه؟ انجينير خرج من المخرج اللي هو اسمه اكزيت اكزيت، راح كل ايه؟ ايج. برافو عليكم. يبقى احنا اول كلمة هناخدها مع بعض كان اسمها ايه؟ انجينير. مين عايز يطلع انجينير؟ برافو كلكم ان شاء الله. انجينير. هنشوف كلمة انجينير بتكتب ازاي. اولها letter E. N يبقى بعدها N. G يبقى بعدها G. الحرف اللي بننطقه بنكتبه. N G N يبقى ده N تاني. لا ثواني معلش، بعدها اي الاول. ان جي اي بعدها ان ان جي ني اي اي ار انجينير. هي كلمه طويله شويه بس سهله. الحرف اللي تسمعه اكتبه انجينير. ان اي ام جي اي N E E R engineer. طيب ثاني كلمة كان اسمها ايه؟ exit exit exit. يلا نكتبها مع بعض. E X I T exit exit. طيب ثالث كلمة كان اسمها ايه؟ برافو. egg egg. هذه كلمة إج. إي دي سهلة خالص بقى، جي وكمان جي، دي سهلة وصغيرة إج. يبقى إحنا كده عرفنا ثلاث كلمات بيبدأوا بليرر إي. إنجينير بتبدأ بليرر إي. إكزيت بتبدأ بليرر إي. إج بتبدأ بليرر إي. وعرفنا القصة الجميلة بتاعتنا. طيب يلا مع بعض نرسم ليرر إي ونعرف هيطلع شكله إيه. ادي الاي
هذه الاي كابيتال كابيتال اي كابيتال اي نرسم له الاي بتاعته وهنرسم له النوز والماوث وادي هات كمان وادي فوت وليج فوت وليج طيب يلا بينا نرسم كمان حاجة بتبدأ بالرر اي يلا بينا what is it egg برافو كلمة what is it egg طيب يلا نرسم على الايج دي اي كتير اي 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 يبقى الحرف الجديد بتاعنا النهارده كان اسمه اي كان اسمه ايه اي طيب الساوند بتاعه كان اسمه ايه برافو عليكم ايه 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 وخدنا مع بعض ثلاث كلمات بيبداوا بالليرر اي انجينير اكزت اج شكرا لكم يا حبايبي واحنا النهارده خلصنا الحصه بتاعتنا وهستنى منكم تكتبوا لي كلمه واحده بس بتبدا بالليرر اي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.